عليكم يا اخواني، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طمنونا عليكم ان شاء الله بخير. ورجعنا لكم اليوم رد فعلنا على مباراه برشلونه ديبورتيفا الفيز، مباراه راح تكون على ما اعتقد صعبه. بعد اقاله كومان وطار على هولندا الزلمه، خالصين اخبروا منه بالطياره، قالوا له ارجع على هولندا وضب اغراضك. ما قصروا صراحه، ونشوف شكون يصير مع برشلونه يا اخوان بعد اقاله كومان. على ما اعتقد راح نفوز يعني ان شاء الله ان شاء الله. وخلينا نروح الفيديو. يلا عن تشافي قادم يا اخواني الزلمه، يعني جاي يريد يجي يترك السد، يترك قطر كلياته مشان برشلونه يعني الزلمه ان شاء الله. البا برشلونه يا سلام، الله الله يا زلمه ايش بيكم؟ وين الكره صار؟ دفاعات دفاعات مستميره ركنيه يعطي بهذه اللحظه مرعبه بهذه الصوره. اوه على كل الحارس الاحتياطي يصير علينا حارس هلا بوفون. السلام يا سلام يا الله جوردي. الله 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 ايش كنت تعمل يا قلبي؟ حرض حرض يا زلمه. شوط يا زلمه ايش كنا عامل؟ تمام كون اجويرو في هذه اللحظات تصويب اجويرو يا حبيبي ما تنشاط يا عيوني. الله عليك يا عمري. هذا كون اجويرو الارجنتيني. يلا بس الكرة ملعوبة إلى الأمام بالرأس بعد ذلك. أوه 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 على راسية. يدري ما واحدة معك يا زلمة، واحدة تقدر تصفها يا زلمة، أقسم بالله حرام عليك. هذا يلعب بإيده يا الله، كراتيه يلعب هو كرة قدم. مسموح لنا احنا الدولة مبين مسموح بحيل من هاي، شبعتم خسارات. صاب جويرو يا اخوان، إصابة الكون، ناقص الفريق فوق موديونج وبيدري واروخو وديمبلي، وهاي لحقهم اغوير حبيبي. ازيدك من الشعر بيت، راح ينصاب ديباي. هذا اسد، هذا ما ينصاب اسد من هاي ضيع ضربة جزاء اللعبة الماضية. اسد ضيع فاليكانو، ضيعها مقصودة مشان يطير كومان. انت ما تفهم على الاسد. ايوه الا شكون فيه هولنديين يفهمون على. يا عين عليك. وانتهى يا اخوان الشوط الاول بين برشلونة وديبورتيفو الفيز، اصفار يعني تعادل مو هو مستحق ابدا لديبورتيفو الفيز، لازم اقل شيء 1-0. بس يلا ما عليك، ان شاء الله الشوط الثاني يسجل ونرجع لكم على الشوط الثاني ان شاء الله. تحياتي والسلام عليكم يا اخوان، ورجعنا لكم على الشوط الثاني بين برشلونه وديبورتيفو الفيز. ديباي يلا يا كبير ويلي حارس يا زلمه الحارس، يا عيني على الكينج. اتفرج على الكينج، انت اتفرج اتمتع بالكينج، اتمتع بالاسد. لما نقول عندنا اسد يعني اسد حبيبي، قول وفعل. الزلمه اعطاه اياه الحارس يا زلمه، الزلمه منفذ ديباي. ايش كنت عندك والبلمقص والحط له اياها؟ قال له بلمقص جبت 90 وقال اجيبها من الشبكه. قال ديبورتيفو قال الفش. يلا فيليبي يلا يا كبير كوتينيو. لا يا الله وين هاي فرص يا زلمه؟ معليش حافظوا الحفاظ امامكم شفر شرف يا ديبورتيفو الفش. معليش الثاني يجي ان شاء الله. لا والله على التيك تاك جول 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 جولاتو جولاتو ديبورتيفو الفش. الله الله والله يا عيني يصعب علي اشوف برشلونه بهذه الحاليه. وتبلع يا حبيبي تبلع تك 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 يا زلمه، لاف كل برشلونه، كل برشلونه اللي بما فيها، حتى لو ميسي موجود كان لافو. لو ميسي موجود كان كنا متصدرين الدوري. يا سلام شفناكم السنه الماضيه والسنه قبل. يلا يا كبير ديباي عودها لي يا كبير. حراسه وين شاطه هذا؟ وين راح بيها يا والله العظيم حرام عليه. هذا هو شوط عارضه. باي باي برشلونه. حظ يا زلمه والله العظيم حظ، ابي حظ ما ابي يلعبون بدون حظ. ما ابي شيء يا زلمه. يا الله افرحان. يا والله العظيم عرفك مع شريط حقك فرنجي. لا تشوط يا اخي، خلي بوسكيش يشوط احسن منك. بالدي هذا معانا، هذا حبيبنا هذا.
هذا حبيبنا هذا بالدي سيل بويول تجيب مكان الحارس يا زلمة مكانه عم تجي مكان الحارس هنا بزاوية جول يا زلمة وانتهى المباراة يا اخوان بين برشلونة وديبورتيفا الفيز بالتعادل الايجابي 1-1 يعني تعادل شوفوا مو مستحق ابدا يا حرامي حرام انه نطلع متعادلين لعبنا احسن منهم كنا افضل منهم بس يلا معليش ان شاء الله بقدوم تشافي راح نكون اقوى اخوان ان شاء الله وتحياتي